مرصد الأحداث، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مرصد الأحداث. نكرس الحديث فيها مشاهدين الكرام اليوم عن حرب التغريب الحوثية للهوية الحضارية اليمنية التي نهبت مقتنيات الآثار الحضارية والأثرية في المتاحف الوطنية بحجة وذريعة بحفظها في المنازل كمكان آمن، لكن في الحقيقة قامت ببيعها في سوق النخاسة العالمية السوداء، وكذلك لمحو وتغييب ذاكرة أبناء الشعب اليمني من هذا الإرث والحضارة والموروث الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم باليمن، الذي يعتبر مليء بالآثار وكذلك الحضارات التي تعاقبت على اليمن السعيد. فهذا هو ما أحلت به ميليشيا الحوثي الإرهابية ببيعها وكذلك تدميرها واستهداف ممنهج لتلك الآثار، وفقا للتقارير التي تتحدث عن أرقام مهولة ضاعت ما بين التدمير والهدم، وأخرى قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية بإخفائها أو إتلافها، وأخرى قامت ببيعها في سوق السوداء العالمية. إذن مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني أن أناقش هذا الموضوع مع الدكتور ثابت الأحمدي، الكاتب والباحث السياسي. أسعد الله مساءك دكتور ثابت. ومساءك أخي العزيز والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بك دكتور ثابت. لاحظنا منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدأ هذا الاستهداف ممنهجا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف فيها الآثار والحضارة اليمنية، قراءتكم لما جاء وفقا للتقارير تتحدث بأرقام مهولة ومفزعة عن ما تم تدميره وما تم بيعه وما تم إتلافه أيضا؟ شكرا أخي العزيز، شكرا لقناة سهيل لتناولها مثل هذه المواضيع الهامة جدا. وأقول في البداية، يستمد الشعب اليمني ثقافته أو ينطلق في ثقافته من منطلقين اثنين أو من ركيزتين أساسيتين. التاريخ الثقافي الحضاري الذي يمتد لأكثر من 5000 سنة، ثم بعد ذلك جاءت الثقافة الإسلامية منذ القرن السابع وما بعد. هاتان الركيزتان هما أو المنطلق يعني منطلقان اثنان في الثقافة اليمنية، يعني المنطلق الحضاري الأصيل الذي يمتد لآلاف السنين، ثم المنطلق الإسلامي أو منطلق الثقافة الإسلامية الصحيحة، أتكلم عن الثقافة الإسلامية الصحيحة. وطبعا الهوية الحضارية والتاريخ الحضاري اليمني الذي ينتمي ويمتد لكل هذه السنين لا يلتقي إطلاقا مع هذه الجماعة وفكرها وأيديولوجيتها أبدا، بالعكس بل يتنافيان ويتقاطعان. ولذا فإنهم من وقت مبكر يحاربون الهوية اليمنية، يحاربون الآثار اليمنية، يحاربون المخطوطات اليمنية، يحاربون كل ما اتصل بالإرث الحضاري منذ قديم الزمن وإلى اليوم. ما يعمله الحوثي اليوم امتدادا لما فعله جدهم الأول يحيى حسين الرسي الذي هدم الآثار وقوضها، ثم ما فعله بعد ذلك الأئمة من بعده كأحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة الذي هدم كثيرا من الآثار اليمنية، وأيضا ما فعل كذلك يعني حكام بيت شرف الدين. أنت تعرف، يتحدث المؤرخون عن جنايات كبيرة جناها المطهر بن شرف الدين في القصر، عفوا في جامع وقلعة العامرية في رداع، وكذلك مخطوطات قصر أمدان. قصر أمدان كان يمتلئ، كان مكتنزا بالمخطوطات التاريخية العريقة التي تصل إلى آلاف بل إلى عشرات الآلاف من المخطوطات، أحرقها آل شرف الدين جميعا. كذلك أحرق المهدي أو أخرب المهدي صاحب المواهب شرفات قلعة وجامع العامرية في رداع لاتصالها بالهوية الحضارية اليمنية، ولكون العامريين هناك مغايرين لهم. قبل ذلك أيضا نحن نعرف ماذا يعني جنت الإمامة في حق الآثار في جامعة الأشاعرة تهامة عاصمة لليمنيين لأكثر من 500 عام، وفيها تشكلت أول جامعة يمنية هي جامعة الأشاعرة التي كان يفيد إليها ليس من اليمن فقط وليس من الأقطار اليمنية فقط، بل من مختلف الأقطار العالمية من شرق أفريقيا والهند وشرق آسيا إلى آخر، كانوا يأتون للتعلم في مدارس الزبيد وفي جامعة الأشاعرة.
كل هذه قضت عليها الإمامة من وقت مبكر. الإمامة عدوة الآثار وعدوة الهوية الحضارية وعدوة الشعب اليمني، وإلى اليوم وإلى هذا اليوم هي تريد أن تحل، هي بثقافتها المزورة بتاريخها المشوه تريد أن تحل محل هذه الهوية الحضارية، محل هذا التاريخ اليمني، وقد صرها حسين بدر الدين صراحة وغيرهم كذلك. نعم. سمعت من شخصية سياسية أيضا قبل فترة أن جماعة منهم أيام حكم علي عبد الله صالح ذهبوا إليه وأقنعوه بضرورة إلغاء قسم الآثار من جامعة صنعاء، لا داعي يعني حد معتقدهم من قسم الآثار، لولا أن هذا الأخ الذي كان حين ذاك إلى جانب علي عبد الله صالح تنبه للموضوع ودحض أفكارهم التي قدموها للرئيس السابق آنذاك. طيب دكتور ثابت، يعني ما يخفوه من آثار، ما يدمروه، ما يقوموا باستهدافه باستهداف ممنهج، هل هذا يريد أن يقضوا على تاريخ اليمن الذي حارب الإمامة على مدى العصور أو مدى تواجدهم في اليمن؟ وإذا كان كذلك، هل التاريخ سوف يستطيع أيضا أن يغيروه، أو الأجيال التي باتت تفهم كل صغيرة وكبيرة هل من الممكن أن تقبل بمثل هذه الأعمال حتى تمحو ذاكرة الأجيال؟ شوف، عندنا هوية حضارية تاريخية وعندنا ثقافة، قد يستطيعون التغيير في سطح الثقافة إلى حد ما كما يعملون الآن من خلال الدورات مع الشباب والناشئة، وعلينا ألا نسهل حقيقة من هذا الجانب. وفعلا حتى الآن تم تغيير بعض قناعة الشباب الغير المتحصن بالفكر وغير المتحصن بالعقيدة السليمة والصحيحة، والشباب غير الناضج ثقافيا، غير الناضج علميا وأكاديميا، العامة من الناس هؤلاء إلى حد ما أثروا عليهم، هو تأثير موضوعي نستطيع أن نقول كذلك أو نقول مؤقت. وعندنا الهوية الحضارية اليمنية، هذا يستحيل أن يحدثوا فيها خدشا واحدا. نحن شعب حضاري عريق يمتد تاريخه لآلاف السنين، ويستحيل عليهم أن يمحوا أو أن يعملوا على محو هذه أو أن يلغوا هذا الامتداد العريض والطويل. نحن لسنا شعبا طارئا ولسنا شعبا لقيطا وجدنا في على حين غفلة من التاريخ، بالعكس الشعوب الحضارية استعصت على الاستعمار سابقا واحتفظت بهويتها وكينونتها واحتفظت بتاريخها وأصالتها إلى اليوم. لم تستطع بريطانيا أن تعمل في الهند شيئا على قوتها، ولم تستطع فرنسا أن تمحو كثيرا كذلك من هوية الشعوب في يعني في بعض دول أفريقيا، ولم تستطع بريطانيا كذلك أن تعمل شيئا في الجنوب، بقيت الشعوب محافظة على أصالتها وامتدادها التاريخي. نعم. خاصة الشعوب التي لها عمق تاريخي يستحيل إطلاقا. هذه الجماعة هي منذ فترة طويلة، منذ سنوات، منذ مئات السنين تحاول لكنها فشلت، وعبثا أن تنجح. هذه ليست أول محاولة إطلاقا، حاول آبائهم وأجدادهم منذ يعني مئات السنين ولم ينجحوا إطلاقا، ولا يزال الشعب اليمني محتفظا بهويته التاريخية. ولكن هناك في الحقيقة بعض الجروح والندوب التي استطاعوا أن يحدثوها للأسف الشديد على حين إهمال وتقصير من ساستنا الذين حكمونا خلال الفترة السابقة، لم يكونوا متنبهين لهؤلاء الثعالب، لم يكونوا متنبهين لهذا الكيان الخبيث الذي ينفث سمومه، وكنا نتوقع أنهم تيمننوا، وكنا نتوقع أنهم تجمهروا، وكنا نتوقع أنهم أصبحوا يمنيين مثلنا، لكنهم للأسف الشديد لا يزالوا يحنون إلى أصفهان وطهران وقم رغم تقادم آلاف السنين على رحلاتهم وعلى توردهم إلى اليمن. نعم. طيب دكتور، يعني نتحدث عن هذا التدمير بشكل عام، دعنا نفصل قليلا في مسألة هذا التدمير أو الاستهداف الممنهج. نأتي عن المنهجية التي تعاملت معها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي دمرت فيها شواهد المكان، ما حصل من استهداف ليس عن طريق الخطأ، نشاهد هناك معالم تريد طمسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهدافها المباشر، سواء كان بالهدم أو جعلها ثكنات عسكرية وغيرها. هل لك أم تفصل لنا منهجية استهداف ميليشيا الحوثي لشاهد المكان والمناطق الأثرية والموروث الحضاري أيضا كالمدارس العلمية الكبيرة وغيرها التي حاولت أن تستهدفها ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ يا عزيزي، حين غزت جيوش يحيى حمد الدين إلى تعز كانت آثار المدارس الرسولية لا تزال موجودة إلى تلك اللحظة، فعملت جيوش يحيى حمد الدين على محوها تماما. المعالم الأعلام والمعالم التاريخية تم محوها في تهامة كاملا. القباب
هدمها أحمد نجل الإمام يحيى بحجة أنها شركية، لكن كانت قباب أبائه وأجداده ممتدة من صعدة إلى ذمار ولم يغير فيها شيئا. لماذا قباب تعز شركيات ولماذا قباب صنعاء وما حولها غير شركيات؟ سؤال يعني. المخطوطات التاريخية التي تم إتلافها في رداع، نعم، وهي امتداد لدولة، سوف نتحدث عن المخطوطات بالتفصيل، لكن دعنا نتحدث عن شواهد المكان حتى عدم مبالاتهم للاهتمام بالمناطق الأثرية والتاريخية والشواهد وغيرها ويحاولوا استهدافها، ثم نتحدث عن المخطوطات والتاريخ وكيف باعوا قسم كبير منها وأتلفوا منها وقسم آخر غيبوا. يا عزيزي، هم يريدون أن يحلوا يعني بتاريخهم البغيض والعنصري والاستعلائي محل الهوية الحضارية لليمنيين. هذه استراتيجيتهم، هذه سياستهم. الناس، الشعب اليمني يحن إلى تاريخه، إلى أمجاده، طبعا لا للغرق فيها ولا للغوص فيها، ولكن للانطلاق منها كهوية، كحضارة، كإرث نعتز به. نحن حين نعتز بآبائنا وأجدادنا ليس من منطلق عنصري إطلاقا، ولا نفكر بذلك، إنما لما أنتجه ولما أحدثه ولما راكمه آباؤنا الملوك، يعني القحطانيون والسبائيون والحميريون، لما راكموه من حضارة هي واحدة من أعرق وأضخم الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، إنما لم تستكشف حتى الآن. هذا الشيء يغيظهم كثيرا، هذا الشيء يقض مضاجعهم، لا يأنسون ذلك ولا يرتاحون إليه. يريدون أن يحلهم بأصنامهم محل هذا الإرث الحضاري. ألا ترى كيف يقدسون جدهم الأول يحيى حسين الرسي الملقب عندهم زوران بالهادي؟ ألا ترى كيف يقدسون السفاح عبد الله بن حمزة وهو المجرم الطاغية؟ ألا ترى كيف يقدسون بعض الأئمة؟ وإلى اليوم كيف يتعاملون اليوم مع عبد الملك الحوثي الذي يحتجب على الناس ويفرض على نفسه هالة أمام العامة بقصد تضخيم نفسه وإضفاء نوع من الهالة والقداسة على شخصه؟ حالة من الهوس والجنون يا أخي. هؤلاء الناس لم ينتموا إلى هذه الأرض، أبناء الأرض ينتمون إليها، يحنون إليها باعتبارهم جزءا منها، جزءا من هويتها. نحن جزء من تربتها ومن صخورها وجبالها وسهولها، لكنهم لا يشعرون بذلك ولا يحسون أنهم جزء من أنهم جزء من الشعب اليمني ومن تاريخه إطلاقا. هم يحنون وينتمون ويجدون أنفسهم إلى طهران وقم وأصفهان أقرب، وخراسان أقرب من يعني انتمائهم إلى اليمن. ألا ترون كيف يقدسون قم أكثر من تقديسهم لمكة المكرمة قبلة المسلمين؟ نعم. شواهد لا نحتاج إلى مزيد من البحث للتأكيد حولها. طيب، نتحدث عن المخطوطات والتاريخ وما أحلوا به، أيضا قسم بويع، قسم تم التفاوض عليه وتم إعطائه لجهات غير مخولة بأخذ مثل هذه المخطوطات. معنا دكتور ثابت. نعم دكتور، تسمعني؟ نعم، أعد السؤال تكرما. نعم، أتحدث الآن، ندخل في تفاصيل المخطوطات، أيضا هذا الإرث والموروث الحضاري والفكري والثقافي. تعاملت معه ميليشيا الحوثي الإرهابية، البعض تم التفاوض عليه وبيعه في سوق النخاسة العالمي السوداء، وكذلك قسم تم أعطاه لغير مستحقيه وقسم آخر تم إتلافه. الأهداف الحقيقية وراء الاستهداف بمثل هذا الإرث الثقافي والفكري أيضا، التي ما إن احتلت العاصمة صنعاء إلا وسعت مباشرة لوضع يدها على مثل هذه الإرث أو هذا الإرث الحضاري والفكري. عزيزي، تذكرني الآن بالسفر العظيم، بالموسوعة التاريخية والحضارية للقيل اليماني الكبير أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني، مؤسس الحركة الوطنية الأولى. أين هو الإكليل بأجزائه العشرة؟ تم إخفاء 6 أجزاء منه، ولم تظهر حتى الآن غير الأول والثاني والثامن والعاشر، ونطفة صغيرة من الجزء السادس. أما بقية المخطوطات فلم نعرف أين مصيرها حتى الآن. عفوا، آلاف المخطوطات التي تتعلق بالشأن اليمني والحضارة اليمنية مغيبة من وقت مبكر. نحن لو استقرأنا المخطوطات التي في جوامع ومكتبات
صنعاء وما حولها. نعم. لا نكاد نجد إلا مخطوطات تتعلق بتاريخ وسير الأئمة فقط، وكأن التاريخ هو تاريخ أئمتهم فقط، أما البقية فيدورون حول هذه الأصنام. التاريخ اليمني، مخطوطات التاريخ اليمني وآثار التاريخ اليمني تم الاستحواذ عليها والسيطرة وإتلافها حتى الآن للأسف الشديد. نحن أمام مسؤولية مهمة يا أخي العزيز، نحن أمام مهمة تاريخية في استعادة وفي جمع وفي الحفاظ على هذا الموروث التاريخي الذي فرطنا به كثيرا منذ وقت مبكر. أتلفت وأحرقت وهدمت وأهملت كثير من المخطوطات في الجوامع، ليس هناك جامع في اليمن على امتداد التاريخ إلا طيب. وفيه كنز من المخطوطات تماما الذي تم إهماله ولم تحقق فيما حققهم في فترة وجيزة حد علمي 700 مخطوطة حققتها مؤسسات الإمام زيد في صنعاء في فترة وجيزة 700 مخطوطة من مخطوطاتهم، لكن مخطوطات التاريخ اليمني كلها مركومة، يعني مركومة أو مهملة. نعم. هل تمتلك أي شواهد لمسألة تزوير التاريخ والحالة التي تعيش بها صنعاء لسرقة التاريخ وكذلك تزويره، وعندما تتحدث عن ربما أجزاء مهمة تم تغييبها أو فقدها أو عدم الاهتمام بها، كيف سعت يعني بقوة السيطرة التي تسيطر عليها تلك الميليشيات الإرهابية أن تنفذ هذه الأجندة وتحاول أن تزور التاريخ وتشوهه أيضا؟ بالتأكيد، لأنها ترى هي تزور ذلك كما تفضلت، تزور وتحرف وتبدل، لأنها ترى في الهوية الحضارية في تاريخ الشعب اليمني في أصالة الشعب اليمني في تلك الشواهد الحضارية الرقية ترى فيها ضرة لها، تريد أن تقول نحن مقدسون انظروا إلينا نحن آل البيت، لا تنظروا لهذه الأصنام أو لذلك التاريخ أو لتلك الشواهد كما يقولون هم بأنفسهم وقد رأينا في بعض المناطق في بعض المقاطع. يريدون أن يحلوا خرافاتهم وأفكارهم محل هذا الإرث العظيم. يا أخي العزيز، الشعوب حين تنطلق وحين تنهض حضاريا تنهض من أمجاد تبني عليها، تبني على أمجادها السابقة. التراث هذا والثقافة والإرث والتاريخ يمثل منطلق لأي شعب من الشعوب، منطلقا رئيسيا في البناء والنهوض. وهذه الجماعة لا تريد لليمن أن ينهض، ولا تريد له أن ينطلق، ولا تريد له أن يتحرك، تريد أن يبقى جاهلا مكانه لتتسيد هي. تاريخيا تحكم الشعوب بالمال والعلم، لذا من وقت مبكر سعت إلى التجهيل، إلى تجهيل الناس، إلى تجهيل عامة الناس. قامت ثورة 26 سبتمبر وعندنا في اليمن 5000 طالب فقط هم من يجيدون القراءة والكتابة في حدها الأدنى، أيضا في حدها الأدنى، ولأنها ذلك لأن الإمامة سعت عمدا ولا تزال إلى اليوم. أنت تعرف ويعرف المشاهد الكريم كيف عملت على إلغاء أو على إيقاف المدارس والجامعات وتحويرها وتبديلها وتحريف رسالتها إلى تعليم يعني ملازم الكاهن فتى الكهف إلى آخر. طيب. نعم. تحل هي محلها ولتفرض أو لتفرض قصرا تلك الثقافة التي لا تمت للشعب اليمني بصلة أبدا. نعم. دكتور ثابت، دعنا نذهب بعيدا، يعني هذه الميليشيا الحوثي الإرهابية في الأخير تنفذ أجندات إيرانية، وأنت تحدثت يعني عن قوم وغيرها واهتمامهم أكثر من المناطق أو المناطق المقدسة لدى المسلمين بشكل عام. هذا يوحي بأن هناك أيضا ارتباط إيراني في محو هذه الحضارة، هل توجد أي علاقة بينهما؟ تاريخيا ما من حضارتين متجاورتين إلا ويقع بينهما من العداء ما يقع. بالتأكيد فارس لا نستطيع أن ننكر حضارتها التاريخية القديمة، لكن حضارة فارس ليست شيئا إلى حضارة اليمن أبدا. فارس تريد أن تتسيد وأن تنفرد وأن تدعي المجد والأبهة والتاريخ في المنطقة كلها، في منطقة الشرق الأوسط كلها. نعم. تناسية، وهي تعرف مفكروا الفرس وكبارهم ومؤرخهم يعرفون تماما ما هي اليمن ومن هي اليمن وما هو تاريخ اليمن، لذا يتآمرون عليه وتآمروا عليه من وقت مبكر. تاريخ عمدوا إلى تصفيه أصبح مهددين حضارة العرب الصراع وتجاوزات الحوثيين، عملوا كذلك على تشويه تاريخ العرب بشكل عام ومن ضمنه الحضارة اليمنية التي جعلوا من هؤلاء مخلبا ناشبا داخل بنية الشعب نفسه وهم ينتمون روحيا إلى إيران. نعم. طيب دكتور ثابت،
ونحن نتحدث عن هذا التدمير الممنهج للآثار والحضارة والموروث الفكري وغيره الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية. نحن أمام لا نستهين بما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإن لدينا تاريخ لا يمكن تزويره وفقا للمؤرخين وغيرهم خارج حتى اليمن، ليس على مستوى فقط اليمن، المدونون باتوا في كل أصقاع الأرض يتحدثون عن هذا التاريخ. لكن نحن في الحقيقة أيضا عندما تغيب تلك الشواهد التي تسعى إلى تدميرها ميليشيا الحوثي الإرهابية، فنحن أمام كارثة مستقبلية. من نحمل المسؤولية؟ مسؤولية من تحمل الحفاظ سواء كانت محلية أو دولية للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وكذلك الأثري اليمني؟ بالتأكيد الجماعة الحوثية تتحمل المسؤولية بدرجة رئيسية وربما بدرجة كاملة، لأنها هي الآثار هذه تقع تحت سيطرتها، وهي التي تتعمد أن تجعل من كل معلم أثري وحضاري أن تجعل منه موقعا حربيا، يعني إن لم تدمره هي بنفسها تجتر وتسبب في قصفه من قبل يعني الجماعة الأخرى، وهي بهذا الأسلوب تكون هي السبب الأول والأخير، حتى وإن كان الجاني هو الآخر أو حتى وإن كان القصف من الآخر، فهي الذي جعلت من هذا المعلم الأثري هدفا عسكريا. هذه واحدة. المسألة الثانية، عندنا هيئة المتاحف العربية وهيئة المتاحف العالمية، أي قطعة مسجلة يجب أن تحفظ كما هو يعني متفق عليه بروتوكوليا بين هيئة المتاحف العربية والدولية. كل قطعة يمنية يتم تهريبها إلى الخارج تستطيع فيما بعد الحكومة أن تستعيدها بطلب رسمي من الدولة، هذا أمر أظن متعارف عليه ولم يعد وليس خافيا. لكن نحن نتكلم اليوم في الوقت الحالي عن التدمير الذي يطال، عن التدمير، عن النهب أيضا. أنا تواصلت معي شخصيات قبل 3 سنوات أو 4 من صنعاء، من داخل المتحف الوطني في صنعاء، عن وجود نهب قبل 4 سنوات، وأخبرني وأخبرني أحدهم شخصية كبيرة جدا في نفس اليوم الذي تمت مصادرة قطع أثرية، بل أهم القطع الأثرية من داخل المتحف، تصادرها إلى منازلها وتبيعها للأسف الشديد، مع أنها مرقمة ومع أنها مسجلة رسميا في المتحف اليمني وفي مسجلة كذلك في هيئة المتاحف العربية والدولية، ولكن قد يتم التلاعب بها وقد يتم تحويرها وقد يتم التصرف بها تصرفا سلبيا في ظل هذه الجماعة التي لا تأبه لهذا الموروث ولهذا الإرث المهم. أشكرك جزيلا شكرا الدكتور ثابت الأحمدي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. أشكرك جزيلا شكر دكتور ثابت. إذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في حلقة اليوم، نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم حول سرقة الآثار، حرب التغيير، التغريب الحوثية للهوية اليمنية والحضارية والفكرية وغيرها بالاستهداف لتلك الآثار في اليمن بشكل عام. إذن مشاهدينا الكرام يسعدني ويشرفنا أيضا أن أناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمد جميح سفير اليمن لدى الأمم المتحدة للتربية والتعليم للعلم والثقافة اليونسكو. مرحبا بكم دكتور محمد. دكتور محمد، يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور محمد. عموما ريثما يترتب الاتصال معه دعنا نستعرض بعض ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا النهب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية والاستهداف المباشر والممنهج لتلك الأعمال التي قامت بها. وبداية بهذه التغريدة لرهف التي قالت في تغريدتها: جرائم الحوثي سرقة وبيع الآثار اليمنية قطعا أثرية هامة تعرضت للسرقة والضياع من أحد مخازن ومكاتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعاصمة صنعاء، 52 قطعة أثرية التي أهداها الحوثي للمبعوث الأممي. أما عبد سعيد في تغريدته هو الآخر تحدث عن الموضوع ذاته وقال:
الحوثي يسرق الأثر، إذن هذه هي الصورة اللي يراها فالتي تحدثت فيها عن بعض القطع الأثرية المسروقة. أما عبد سعيد فتحدث في تغريدته وقال الحوثي يسرق الأثر في اليمن ويبيعها لدول أخرى، برأيكم هل الدولة التي تبحث لها عن تاريخ وتقوم بشراء أثار مسروقة وتنسيبها لنفسها؟ وأيضا تغريدة طيب إذا عاد إلينا الدكتور محمد جميح، مرحبا بكم دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور. حقيقة يعني هذا الموضوع محزن ومؤسف للغاية عندما نتحدث عن إرث وموروث حضاري وفكري وغيره تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهدافه. اليوم تقارير تتحدث عن آلاف القطع التي نهبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية فقط في الأشهر الماضية، الخمس الأشهر الماضية. قراءتكم بداية قبل أن ندخل في هذه التفاصيل دكتور، وأنتم أحد الجهات المعنية في حفظ الآثار وغيرها، قراءتكم لما هو حاصل من هذا التدمير خلال انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وسطوتها على الآثار وغيرها من الموروث الفكري والحضاري اليمني؟ طبعا أخي الكريم على التحية لك ولمشاهديك، يعني هذا ليس مستغربا، بل إنه ليس حدثا طارئا أو حالة فردية، بل هو منهج بالنسبة للحوثيين أن يدمروا التراث الثقافي اليمني، لأنه يرون أنهم لا يمكن أن يؤسسوا لجيل جديد ولذاكرة يمنية جديدة ولتراث جديد إلا بنفس الأسس التي يقوم عليها التراث والثقافة اليمنية القديمة والمعاصرة. وبالتالي عندما تسمع مؤسس هذه الجماعة يتكئ على بعض الآيات ليقول بأن اليمنيين يتفاخرون بمجموعة أحجار في مأرب أو أعمدة أو في السد ويسخر من هذه الآثار العظيمة، فهذا يؤشر إلى أن آثار اليمنيين القديمة وحتى الآثار الإسلامية التي لا تخصهم هم غير معنيين بها، وبالتالي يرون أنها جزء من التاريخ الوثني أو حتى التاريخ المعادي لأهل البيت إن كانت هذه آثار ترجع إلى العصر الإسلامي. فعندما ينطلق الحوثيون من هذا المنطلق الديني فلا نستغرب مثل هذه الممارسات. يعني المسألة ليست مجرد مرابحة أو تجارة وتهريب للآثار لأغراض المادية والاقتصادية وحسب، ولكنها فلسفة ينطلقون منها، لأنهم يعني هم الذين جنوا على كثير من الآثار. لك أن تعرف أنهم طبعا حديثا بغض النظر عن تهريب الآثار وهذه تجارة رائجة بالنسبة لهم، دمروا أحد المساجد الأقدم في صنعاء القديمة، وصنعاء القديمة هي على لائحة الأمم المتحدة، المنظمة الأمم المتحدة للثقافة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو موضوع على هذه القائمة. جامع النهرين في صنعاء القديمة سوي بالأرض بحجة أن القبلة ليست بالاتجاه الصحيح، وكان بإمكانهم بالطبع لو صح ذلك أن يعدلوا في وضعية السجاد في الداخل، في داخل المسجد، نعم، وتعديل وضعية المصلين. لكن طبعا هم عمدوا إلى ذلك يعني عن عمد عن جهل، لأنهم يرون أن تاريخنا يناقض ما يريدون أن يسطروه من تاريخ لأنفسهم. ولذلك طاقت تجارة الآثار عقد الملك السرياني وزير الدفاع السابق، بيته مليء، يعني هذه ليست يعني من قبيل التهم، وإنما هي هو يعرف ذلك ويتكلم، والذي زاروا بيته رأوها يعني من كبار أغوال تجارة الآثار إنجاز التعبير. طبعا وصلت الآثار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى دول في المنطقة، وصلت إلى فرنسا، وصلت إلى اليابان للأسف الشديد، ونحن نحاول أن نتابع ما نستطيع. هناك بعض القطع التي تم رفضها وتم إبلاغ الجهات المعنية في الداخل بها. سوف نتحدث بالتفصيل دكتور محمد إذا سمحت لي عن جهودكم في هذا الجانب، لكن دعنا نتحدث عن ما رصدتموه من أبرز هذه الانتهاكات خلال فترة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وخلال التقارير التي تصلكم والتي رفعتموها للجهات المعنية. نتحدث عن بيع، كيف تتم هذه عملية البيع بين تجار بيع الآثار وميليشيا الحوثي الإرهابية، وما هي المقتنيات المستهدفة لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية بالدرجة الأولى وما وراء ذلك الاستهداف؟ أخي العزيز، كل ما يمكن أن يؤسس لي أو أن
يعني يبقي على ذاكرة اليمنيين التاريخية هذا مستهدف، لأنهم يريدون أن ينسفوا التاريخ، ولذلك أغلقوا قسم الآثار في كلية الآداب لأنهم لا يريدون لهذا القسم، أنه طبعا بحجة أنه ليس عليه إقبال طلاب، لكن نحن نعرف الأسباب. لكن هم استهدفوا المخطوطات في المقام الأول، استهدفوا المخطوطات في دار المخطوطات، واستهدفوا المخطوطات في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء القديمة. هاتان المكتبتان كان من قبل يمكن حتى في بداية ما دخلوا أو في ربما في السنوات الأولى لدخولهم صنعاء، كان الموظفون المعينون رسميا وهم معنيون بالآثار والمخطوطات والتراث الثقافي كانوا يمارسون عملهم بحرية، وكانوا مهنيين، يعني لا ينتمون إلى لا يعملون على أساس سياسي. ولكن قبل عامين تدخل الحوثيون ومنعوا هؤلاء الموظفين التابعين لوزارة الثقافة، مع أنهم في صنعاء ويتبعون الوزارة في صنعاء، لكنهم حتى هؤلاء منعوهم من دخول دار المخطوطات في صنعاء، ومنعوهم أيضا من دخول مكتبة الجامع الكبير التي تحوي على كثير من المخطوطات. وغلبت هذه المخطوطات، وللأسف الشديد نحن لا نعرف عنها شيئا، خاطبنا اليونسكو بذلك، وتحاول اليونسكو عن طريق محايدين أن تتعرف على مصير هذه المخطوطات، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء. أيضا المتاحف لها نصيب كبير من استهداف الحوثيين. نحن نعرف أن صور ومقتنيات ثوار اليمن الموجودة في المتحف في صنعاء، المتحف الوطني والمتحف العسكري، هذه تعرضت للإخفاء ولا ندري ما هو مصيرها. طبعا كانت هناك صور كثيرة وإرشيفية لثوار ولزعماء الجمهورية الأوائل، وهذه الصور اختفت، وكثير من المقتنيات كذلك لا أحد يعرف عنها شيئا. هناك أيضا بعض المتاحف ليس في صنعاء وإنما في مناطق محافظات أخرى، في دمار وكذلك في مخطوطات أيضا في زبيد، وحتى أنهم حاولوا الوصول إلى المخطوطات الخاصة التي بعض الأسر كما هو معروف لديها مخطوطات لأنها أسر علمية، وبالتالي هناك كثير من الأسر لديها مخطوطات خاصة بأجدادها، كانوا في مجال العلم أو في أي مجال من المجالات، لكن الحوثيين يحاولون الوصول إلى هذه المخطوطات لشرائها وبالتالي التصرف بها. كذلك طبعا الطامة الكبرى فيما يخص تهريب وبيع الآثار. نعم. يعني خلال الشهور الماضية، أحدثك عن محافظة مأرب فقط، يعني تم تهريب أو نقل خلال العام الماضي مئات القطع تم تهريبها عبر محافظة مأرب طبعا، وبعضها ألقت القوات الأمنية القبض على مهربيها، وتم تحرير المقتنيات كما حصل في شحنة كبيرة تم ضبطها على الحدود اليمنية السعودية في منفذ البديعة، والبعض للأسف الشديد خرج من اليمن وذهب إلى دول الجوار، ومنها إلى تجار آثار. نحن على المستوى الرسمي لا يضرنا نقول أخف الضررين أن تؤخذ قطعة، على سبيل المثال إذا أخذت ووضعت في متحف معروف، متحف دولي معروف، فهذا ضرر، لكنه أخف من الضرر الذي يمكن أن يلحق بهذه القطعة بالتراث اليمني فيما لو أنها وضعت في مكتبة أو في أو تختفي أو نعم خاصة. تختفي لدى العامة بشكل عام. طيب مسألة إعادتها من المتاحف الدولية أو دوليا سوف نتحدث فيها، لكن في جزئية بسيطة نذكرها ونعرج عليها، ما مدى صحة أيضا ما تم إن صح التعبير إهدائه إلى المبعوث الأممي من القطع الأثرية أو غيرها؟ هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ استلمها المبعوث الأممي؟ لا، ليس لدي معلومات حقيقة الأمر، ولا أدري المبعوث الدولي مارتن جريفيث تقصد. نعم، لا توجد أي شيء يؤكد. لا أعتقد أنه يمكن أن هذا مبعوث أممي يعني، واليونسكو تماما حتى نقع شك باليقين، لأن الكثير تحدث خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك شراكة في مسألة التهريب أو غيرها أو الإهداء أو تحت مسميات أخرى، لكن بحكم منصبكم نود الإيضاح حول هذا الموضوع. وهذه أيضا واحدة من التغريدات التي تحدث بأن مارتن جريفيث يسرق الآثار اليمنية القيمة ويهدرها ويهربها للخارج، وتسليمها كدية من قبل ميليشيا الحوثي التي قد تكون بيعت له. يعني هذه حقيقة انتشرت في الآونة الأخير، لكن كنا نود الإيضاح والقطع في مثل هذه المواضيع.
فلا تمتلكون أي معلومة دكتور؟ لا أخي العزيز، لا يمكن أن يعني يمكن نتكلم عن مارتن جريفيث وموقفه السياسي بشكل واسع، لكن هذه التهمة تحتاج إلى أدلة وإثباتات، وأنا أستعيدها يعني شخصيا، وإن كانت بعض المصادر ذكرت ذلك، لكن ليس لدي دليل حتى أتهم الرجل، وهذه تهمة خطيرة طبعا لرجل يعمل مع الأمم المتحدة. لكن يغنينا عن ذلك أن نقول بأن الآثار اليمنية يعني في باريس نفسها، في باريس مقر اليونسكو، عرضت قطعة برونزية لوعاء برونزي قديم أخذ من يعني مدينة حريب أو من مدينة مريم على الأساس في محافظة مأرب، وهي مديرية حريب، وبها وصل إلى باريس، هنا في باريس مقر اليونسكو، وتم طبعا التواصل مع الداخل وأبلغوا عن هذه القطعة. الخارجية تخاطبت مع الخارجية الفرنسية، وهناك الخارجية الفرنسية تكلمت مع الداخلية الفرنسية، هناك متابعة على القطعة، للأسف هي كانت خرجت وذهبت إلى أماكن أخرى، ونحن على تواصل مع الدولة التي ينتمي إليها المالك لهذه القطعة، على لأنه الآن يريدون إثباتات أنها تنتمي إلى اليمن، وما أسهل أن نثبت ذلك، وإن شاء الله نستعيد هذه القطعة. طيب. هي موجودة ومحفوظة، لكنها تحتاج طبعا إعادة الآثار المهربة، ليس بالعملية السهلة أخي العزيز، هي فيها جوانب قانونية وفيها أحيانا جوانب سياسية وجوانب أمنية، كل هذه الجوانب المتشاركة تأخذ بعض الوقت. طيب دكتور، يعني نستطيع القول بأن اليوم الآثار والمناطق الأثرية وغيرها سواء كانت في المتاحف التي أخفيت أو هربت أو بيعت، باتت اليوم الآثار اليمنية بين مطرقة ميليشيا الحوثي الإرهابية وسندان الإهمال، سواء كان متعمد أو غير متعمد، وخصوصا أنت ربما أطلقت عدة نداءات استغاثة للحفاظ على المناطق التي وضعت تحت قائمة التراث العالمي وباتت مهددة بسحبها من قائمة التراث العالمي. أين هي جهود اليونسكو بالحفاظ على هذه الآثار ودور الحكومة الشرعية، وما هي أبرز الجهود التي حاولتم من خلال وجودكم بمثل هذا المنصب الحفاظ على ما تبقى وترميم ما يمكن أن ترميمه من الآثار اليمنية؟ طبعا يعني اليونسكو أحيطت علما بما يجري، وليس الآثار أو تهريب الآثار هو المشكلة الوحيدة، لكن هناك الجوانب البيئية والعوامل الثارية والفيضانات والأمطار تماماً. لها دور كبير في الإضرار بالآثار، وخاصة في المباني مثل صنعاء القديمة، زبيد، شبان حضرموت، بعض المباني الأثرية الصينية، هذه أبلغت اليونسكو خلال الشهور الماضية بما جرى من فيضانات في صنعاء أو من أمطار غزيرة، كذلك في بعض المناطق في مأرب اقتربت السيول من بعض المناطق الأثرية، أبلغنا اليونسكو، وحقيقة تم التصرف. هناك لدى اليونسكو برنامج الدعم السريع للحالات الطارئة، تم فرض بعض المبالغ لهذه المدن في زبيد وصنعاء وشبام حضرموت، وتم ترميم بعض المباني التي تعرضت للأضرار الكبيرة، وأيضا أعتقد أن بعض المواطنين كذلك قاموا بدور في ذلك خاصة في صنعاء القديمة. بالنسبة لليونسكو وهي مناسبة هنا للإعلان عن مؤتمر دولي سيعقد خلال اليومين القادمين، تحديدا يوم الأربعاء 26 من هذا الشهر والخميس 27 من هذا الشهر، سيحضر فيه أو يحضر فيه الأمين العام أو المدير العام المساعد لقطاع الثقافة لليونسكو، وسيحضر أيضا سفير الاتحاد الأوروبي، سأكون موجودا بالإضافة طبعا إلى الأخ وزير الثقافة الأستاذ معمر الإرياني، وعدد من المسؤولين في اليونسكو، وعدد من مسؤولي المنظمات المهتمة غير الحكومية. وسيكون الغرض من المؤتمر الذي سيفتتح خلال يوم الأربعاء القادم، وهو مؤتمر افتراضي طبعا أونلاين، تسليط الضوء على ما يتعرض له الثقافة اليمني من حالات نهب وإهمال، وسيكون أيضا مناسبة للتعرف ذلك بالنسبة للآخرين على الكنوز الثقافية اليمنية. أخي العزيز، نحن إن شاء الله خلال الفترة المقبلة سنحاول مع بعض الجهات التي يمكن أن تدعم تسوير بعض المدن التاريخية اليمنية في السهول اليمنية. لدينا مدينة براقش، يعني هي ليس لديها أسوار تمنع التهريب، والجوانب الأمنية ضعيفة. لدينا أيضا الآثار في محافظة مأرب، لدينا
صبوة القديمة وهي عاصمة دولة حضرموت القديمة. هذه مدينة في العراق. نحاول أن نتكلم مع بعض الأشقاء وقد وجدت بعض الاستجابات المبدئية، نريد فقط أن نعمل على بعض الخطط من أجل تسوير بعض الآثار المفتوحة والمكشوفة التي يمكن أن تسهل عملية السطو والسرقة ومن ثم تهريب هذه الآثار. اليونسكو طبعا معنية طبعا بالمدن الثلاث الموضوع على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، وهي صنعاء وشبام حضرموت وزبيد، وهناك مشروع كبير يعني يجري حاليا وله أكثر من تقريبا سنتين يعني، ومشروع يسمى كاشف أواه النقد مقابل العمل. عمل هذا المشروع على تدريب وتأهيل ويعمل على الهدف الوصول إلى 404,000 يمني ويمنية من الفنيين والعاملين في مجال صيانة التراث المعماري، وهم أجريت لهم ورش عمل ودورات تدريبية، وهم يعملون الآن في أعمال الصيانة في هذه المدن التاريخية الثلاث. المؤتمر أيضا الذي سيكون خلال يوم الأربعاء والخميس المقبلين سيكون له أيضا دور في يعني إيضاح ما تم إنجازه في هذا الصدد من خلال هذا المشروع. هناك أيضا بعض المشاريع الصغيرة أيضا لأن عدن ليست داخل ضمن القائمة الأممية للتراث العالمي ونحاول إدخالها، لكن هناك بعض المشاريع تخص خارج عدن وبعض العمل على المتحف في عدن. وكذلك نعمل الآن بشكل جيد، لدينا لجنة من خبراء دوليين ويمنيين يعملون على إعداد ملف مأرب لتكون ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي، لأنه بذلك يمكن أن تنال مأرب قسطا من نصيب التراث العالمي لدى اليونسكو إذا ما وضعت على هذه اللائحة. لكن بشكل عام يعني ما يتعرض له التراث صراحة وفوق ما يمكن أن يعني أن تأتي جهودنا به من أعمال لمواجهة ما يجري. كما قلت لك يعني الآثار تهرب وتسرق وأيضا تدمر من قبل العوامل التارية والعوامل الأخرى. طيب دكتور، هل من حصر أو عدت أي لجان لحصر مثل ما تم تهريبه أو تم فقده؟ الإشكال أننا في زمن الحرب الاهتمام الأكبر ينصب للحروب، وهناك طبعا بعض المناطق لا يمكن أبدا لنا أن نصل إلى ما يفقد فيها. المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين ليس لدينا قدرة على الوصول إليها إلا ما يأتينا من معلومات من أطراف أخرى، نحاول أن نتواصل معهم بعيدا عن أنظار الحوثيين لأنهم ممكن أن يعرضوا أنفسهم للخطر. وهم أكاديميون وفنيون لا علاقة لهم بالحرب، لكن يحاولون إيصال الصوت والإبلاغ عما يجري. كذلك طبعا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية هناك أيضا قبضة أمنية متراخية فيما يخص حماية الآثار وحراستها. حاولنا مع وزير الداخلية السابق الأخ أحمد الميسري، وأنشأت طبعا دائرة هي في وزارة الداخلية، دائرة تختص بحماية يعني دائرة هي دائرة شرطة الآثار وال يعني نسيت الاسم، لكن هي شرطة الآثار بمعنى أنها معنية بحماية الآثار، قسم في وزارة الداخلية أو إدارة في وزارة الداخلية. أنشئت هذه الإدارة، بقي أن يعين لها ضابط يكون رئيسا لهذه الدائرة، وطبعا هذه الدائرة المفترض أنه يكون فيها أعضاء من وزارة الداخلية وأعضاء أيضا من وزارة الثقافة، من الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، من الهيئة العامة للآثار، وكل الإدارات المعنية بالتراث الثقافي اليمني. المؤمل أن تنشط إذا ما فعلنا شرطة الآثار داخل ضمن يمكن تشرك أيضا فيها وزارة السياحة وهي الآن وزارة واحدة مع الثقافة والإعلام، فيمكن أن يعمل على شيء. لكن في الظروف الراهنة لازلنا طبعا لأن العملية متكاملة، أنت تحتاج إلى الجانب الأمني، تحتاج إلى الجانب التوعوي لدى الناس، تحتاج أيضا إلى الجانب الدولي ومثلا الجهود الدولية لدى اليونسكو. دكتور محمد، يعني حقيقة نقدم لك الشكر الجزيل على هذه الجهود التي تقوم بها أنت
شخصيا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن توفق في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، وجهودكم مشكورة. وختاما أيضا لا يسعني أن نقدم لك الشكر الجزيل على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا عبر الهاتف الدكتور محمد جميح، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. ومشاهدين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.